القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم نتواجد في أحد المحافظات الجنوبية، جينا نطلع على أهلنا الناس الفقراء، الناس المحتاجين الذين يعيشون تحت خط الفقر. طبعا جينا إلى حي، هذا الحي يتكون من حوالي 4000 عائلة، كلها عشوائيات، دور يعني أراضي متجاوز عليها، بناهم بسيط جدا من البلوك الحجر والسقوف من البليت المضلع تشينكو والقصب والبردي. أي خدمات ما متوجدة بهذه المناطق، البيئة تعبانة، وضعهم الاقتصادي تعبان جدا. فحصيلة ما جمعناه يعني خلال ساعة، جمعنا اليوم 75 عائلة. طبعا أغلب هذه العوائل لديهم معاقين، مرضى، كذلك الأمراض السرطانية اللي منتشرة الآن في المحافظات الجنوبية، وأعتقد نتيجة هذه الأمراض هو التلوث من الغازات النفط المنبلعثة. يعني بلد ينتج نفط وشعبه مريض بالسرطان نتيجة هذه الغازات المتطايرة بالأجواء. فاليوم جمعنا 75، يعني أكو بعض العوائل عندهم 4-5 معاقين، حتى توصل إلى 6 معاقين في داخل منزل واحد. فجمعنا اليوم 75 عائلة بهذا الجامع اللي فتح أبوابة، جبناهم هنا على التبريد وراح نقدم لهم العون والمساعدة. طبعا اليوم هي مبالغ مالية. الحاج أبو علي وأم علي حج عباس الله يحفظه من محافظة ميسان اليوم راح يسعد هذه العوائل، بالإضافة إلى أخونا مزهر الراضي من بغداد العطيفية، وكذلك الحاج أبو عبد الله من البصرة القبلة. طبعا جمعنا هاي المبالغ راح نقدمها على 75 عائلة. هذه العوائل راح نقدم لهم مبالغ مالية، منهم اللي يروح للدكتور ويشتري علاج، منهم اللي محتاج يشتري أشياء خاصة المعاقين، يحتاج لهم إلى حفاظات، يحتاج لهم إلى علاجات، وبعض أيضا هناك حالات نفسية يحتاج لهم إلى مهدئات. فإن شاء الله راح نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، لكن بعد هذا الفاصل. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل ومتواصلين وياكم مع المرضى والمعاقين، وراح نشوف الويلات اللي يمرون بها. طبعا امهاتهم خطيه تعبانات. حجيه السلام عليكم، شلونك امي؟ الله يكون بعونك، الله يساعدك على التعب اللي تعبيه. والله عند عمه وهو هذا مكرم وانا المعينه، يعني والله العظيم هاي 100,000 اللي يعطوني اياها وبالتجاوز، والله العظيم. ايش قد عمره ابنك؟ والله عمره 33 والزلمه 65 سنه ما يشوف كلش بالبك. الرجال ابوهم اعمى ما يشوف خطيه. هم بس هم هذول. زين حجيه، ايش يحتاج؟ اشياء خاصه، حفاظات؟ اعتقد ما يقدر يروح. لا اسحله سحل واطلع برا وقاعده واغسل. كم دوم تسحلين؟ هاي هي والله فقرات. صعبه عليك؟ فقرات اطقن والله العظيم. ثقيل خطيه. ايش اسوي؟ ما حفاظه ما اقدر، اسحله سحل يعني ما عندك فلوس تشترين؟ يعني بعد قلت لك انا ما اقدر اشتري وهم ما اقدر. شو اسمه هو؟ مهدي. مهدي. اي والله. اعزائي المشاهدين، ام مهدي تناشدكم طبعا، تقول ابني من اوديه للحمام اسحله سحل. طبعا السحل هم صعبه على وهم هم مو كاشي، يعني مو كاشي، اصبابه وحتى رجليه رايحه من هذا العظيم. رجليه فلي يحب يساعد اختنا ام مهدي. الرجال ابوه ضرير ما يشوف، مكفوف، وهي تعيل هذا المسكين هذا، فلي يحب يساعد ام مهدي يتصل على يده. صحه وسلامه لاسم ام مهدي. عمو شلونك؟ زين الله يسلمك. محمد علاء حسن. حمودي عادي في المدرسه؟ لا لا ما تقدر. ما اقدر معوق. شو تحب يصير محمد؟ ها؟ شو تحب تتمنى بهاي الحياة؟ أتمنى الله يشافينا ويقومنا على رجليه. إن شاء الله. تحتاج شيء من الناس الطيبة؟ إيه. مساعدة يعني؟ إيه. أعزائي المشاهدين، محمد يحتاج، يقول أتمنى أشفى. طبعاً إحنا اليوم راح نقدم لعلاجات، وأكو ناس أيضاً عندهم عمليات، أيضاً راح نعطيهم مبالغ زينة نساعدهم بالعمليات. السلام عليكم. ما أقدر أحكي. إيه شو اسمك أنت؟ أحمد. حمودي. إيش خيرك أنت؟ والله من الولادة. من الولادة. شو تحب مساعدة الناس لك؟ الله يقدرون عليه. ان شاء الله احمد تدلل. هلا بك. اعزائي المشاهدين، من حاله الى حاله، ونشوف الحجيه خطيه. السلام عليكم. شلونك؟ ما يحكي. شو اسمه؟ صادق. صادق. شلونك صادق؟ حجيه ايش خيره صادق؟ هو هلا اقول لك عمره سنه لا سوى حتى صار عده. صار تيجي كلش دوت. كان عمره وصارت به هاي الحاله. سنه عمره. اي هو سنة. يعني اول سنه كان رضاعته طبيعيه. كل شيء ما بي. شنو صار عنده وصار هيك يعني؟ بطنه سهال قالوا انه اخذناه وصار هيك، قالوا بعد من 2 سوائل مال تاخذوه. لا مو قلت ضربوه ابره؟ ما اعرف. اي ابره. اي ضربوه ابره و إيه. الله يكون بعونك. هذا اول ولد ليك ولا الثاني؟ لا عندنا بعد 2 بعد. صحيح لا زينين. بس واحد ما عنده بدريه، واحد بهذا المرض الخبيث ومات. صادق شنو معاناتك ويا صادق؟ والله صادق شلع قلبي شو اسوي. اي والله هو حتى يعني حالته النفسيه. اي اي صادق والله صدق. والله صدق جيت علي يصارع بالضيمة. لا أنا ما أحذى كلش ينقلب بعد مات. أيوة. شوفين العلاجات غالية، الماء عدم منين يدبر شاس يسوون يشتري له بس هم ما يفيده. هو علي.
مسوي له دفتر نقبض عود من حي للسين. ان شاء الله. صادق؟ شنو ما يحكي؟ اي الله. اعزائي المشاهدين، ام صادق معاناتها كبيره خطيه، يعني عندها اولاد غيره وصاروا بيهم امراض سرطانيه مثل ما قلنا توفى، وبقى صادق وهو طفل انطوا حقنه وصار هالشكل. ان شاء الله. طيب شلونك عمو؟ زين. ها؟ زين. زين. شوي نزل لها الكمامه واحكي. شو اسمك انت؟ محمد. حمودي، ايش بيها رجليك هاي منها؟ معاق من الولادة؟ ها؟ قوم احكي لنا بدون زحمة عليك. وقالوا ضرب عند العصب وصار عنده ضمور وشلل، يعني شلون الخلايا يقول العصب كله تلف مال. ودينا بعد ما قالوا قعدوا وسكتوا، يا ما الله سبحانه وتعالى معجزة. محمد. محمد ايش قد عمره؟ تقريبا كمل هسه 14 سنة. الله يحفظه ان شاء الله. وان شاء الله طيب. اختي تعالي هنا يمي. السلام عليكم. الله يسلمك. اسم المحروس؟ حسن علي. حسون. حسون شلون حسون؟ والله عنده صرع وعنده ضمور، عنده توحد، هو يحتاج لعمليه رجله، قالوا لين ما يقدر يمشي، شلون انحرف بها؟ علاجات، يعني مستمر على العلاجات. مستمر. هو عنده ايضا توحد. اي هو هم ما يحكي همه. لا لا يمشي. احمد هو مو؟ حسن علي. حسن. أعزائي المشاهدين، أم حسن هذا شفتوه، يعني عمره حوالي 7 سنوات، 8 سنوات ونص، صاير بيه توحيد، صاير بيه صرع، صاير بيه ومعاناتهم، يعني ناس طبعا أمورهم تعبانة فيحتاج نساعده ويوقف وياه. استريح أختي. السلام عليكم أختي، شلونك؟ شو اسمه؟ مسلم. 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 مسلم تكرجي المنانة. شيل هاي مسلم؟ مسلم شنو تعرض الحادث؟ شنو حادث مال درج عمارات. اي وقع عليه الدرج. اي طاع عليه الدرج. مو؟ اي والله. بس احنا حاليا طابق ثالث، لا يقدر يصعد لا يقدر ينزل، والحاله حيل تعبانه، ابوه ضرير، عنده زلاق بظهره. رجله انبترت مو؟ اي رجله انبترت. اي ضل هسه كل شيء ماكو. يحتاج طرف صناعي يعني؟ طرف صناعي، وحتى والله عكازات ما عنده يمشي بيها كسر. اي والله العظيم والحاله حيل تعبانه. اعزائي المشاهدين، ام حسن طبعا شفتوا هذا خطيه مسكين مسلم، وقع الدرج صبابه كونكريت على رجله فبتروا هذا وهاي عالجوها، فيحتاج لطرف صناعي. اللي يحب يساعده يتصل علينا ان شاء الله ونقوم له بالواجب. اعزائي المشاهدين، سوف نتواصل معكم وبرنامج قلوب رحيمه لكن بعد هذا الفاصل. القلوب الرحيمه، نجبر القلوب المنكسره. للمساهمه يرجى التواصل على الارقام التاليه او عن طريق الواتساب، ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح بعد نسمع قصص وويلات من الناس اللي تعبانة، اللي عندهم معاقين، اللي عندهم مرضى. السلام عليكم أختي. عليكم السلام. الله يسلمك. الحمد لله. كم ولد وبنية عندك؟ عندي 3 بنات ولد. الله يخليك. المرضى منهم شنو؟ كم واحد؟ 4. 4. ايوه. هسه هذول اليوم جبت 2 هذول؟ اي 2 هذول و2 بقابوا البيت. شنو مشكلة بناتك؟ نقص عندهن من الولادة، هن شمرة تصير بهن وعلى هالحال هاي، لا يحجن ولا يمشن ولا يفتهمن. شلون انت عيشتش بالبيت وياهم؟ الهم بالك ولا للبيت، للطبخ، للنظافة؟ والله العظيم بس الهم، حتى نفسي ما ادير العبال. مريضة وعملية تاركتها فقرات علشانه. جنانة متأكدة لا تطلعين ترحين للزيارة، لا ترحين مكان، لا ترحين مو؟ ماكو والله مظلومة، بس مرات ترحمنا مرت ابني تقول له روح زوري بنفس اليوم ورجي. لكن بس. ما تأمنين على أطفال؟ اي والله ما أمن. يضل بالك يمهم، يضل بالي قلبي يم، عيشتي كلها علشانه. احنا يقول هاي الأمراض دائما تصير مثل واحد بالزواج، من يزواج ما يروح يفحص الدم. أي. مو هذا موجب هذا سالب، تصير هاي. صحيح. اي والله دمنا ما نتائجها، يعني هم الدوله من تقول يابا روحوا فحصوا قبل الزواج، ليش يصير تزوير يقول له مطابق؟ فهاي نتائجها يعني. صحيح. ها؟ وادي لازم ابوهم ابن عمك او هيك مو؟ اي هم قرابتي. ان شاء الله صحه وسلامه. ام انت؟ ام عباس. اعزائي المشاهدين، ام عباس عندها 4 مرضى، تشوفون هاي حالتهم ومسكينه يعني. 4 ترى صعبة ويحتاج لهم أقل شيء بالشهر $1000 بس علاجات طبعا.
وكلهم على العلاج أربعة، وتقول أنا حتى تعبيت بستريح إن شاء الله صحة وسلامة يا عباس. إيش فيها بنتج؟ عندها قصر بالأوتار. اي والله، واريد احتاج لها العمليه، وانا ما عندي، حالتي ضعيفه والله، وساكنه بالحواس، ما الله يشهد ورسول، وسوونها عمليه وادعي لكم مدى الحياه. اي والله العظيم. شو اسمها يا بنت؟ رقيه محمد عبد الزهر. اعزائي المشاهدين، رقيه عمرها يمكن 10 او لا 11 سنه، عندها نقص بالاوتار طبعا، قصر، وبحاجه الى عمليه. العمليه ايش قد تكلف؟ 3.5 تقريبا. 3.5 مليون. اي والله العظيم. عمليتها من الله ومنكم بجاه الحسين الشهيد. احنا دائما هسه مطلع الحلقه راح يقولوا له والله خطيه هذا ولا، وشلون جمعتوهم، فد معضله يعني عند الناس، بس لكن ما يتعاطف وياي ويقول يا بهاي 4 ملايين الرقيه كلهن يعني 3000 دولار. هسه 5 6 7 ساعدونا، خلينا نفد يوم نفرح لنا واحد، نسوي له عمليه، خلونا زين. انت ابوي هذول اللي 24 ساعة كل واحد ذابح له 100 بعير و100 غزالة و100 طلة تتباهى بيهن، وتعزم كل واحد راسش كبره، تعال ساعد هاي المرضى، ساعد الفقراء، ليش تخلون واحد يطلع عم طوره ويتكلم؟ انتم هذول الشيوخ كل واحد يعني ما شاء الله، الله يحفظ، نقول الله يحفظ كل من يساعد الفقير، أصحاب الشركات، عندكم هاي ناس معاقين، عندكم ناس تعبانة، عندكم ناس مرضى، عندكم ناس بحاجة إلى يعني وقفة بسيطة. من فلوسك هاي الرشاوي اللي تطيها اطيلك فد مليونين ثلاثه، روح افترض تعال الحواسم، اي باب دقه بالحواسم ما يطلع لك واحد تاجر، يو يطلع لك عنده معاق، يو يطلع لك عنده واحد تعبان وحالته نفسيه، انطي يقول لي يا باي مساعده، هم الله يدفع عنك، وهم الله يوفقك، وهم الله يرزقك، لكن تبقون هيك بس نشر والفقير يدق بابكم تطردونه. والله عمي ما شايف، فهو صحيح عمي هذا، فان شاء الله يا اختي ان شاء الله. انا والله عمي انا حاضر، بس احنا يا اختي احنا ما دقيت، ان شاء الله انت ما خرباب يندق ان شاء الله. اي والله بجاه الحسين الشهيد. يا اختي عندي يكون الناس تتعاطف شوي بقلبها، رحمه تصير رأفة، احنا هاي نري هاي البنيه عد، والله ما عد بنيات، بس هي هي هاي، ووديها بالمدرسه صار لي 6 سنوات اوديها بالعربانه، الله يشهد، للمدرسه اجيبنها واخذها، اجيبنها واخذها، اقول خطيه شيء متميزه. ليش والله هو مبلغ بسيط يعني 3000 او 4000 دولار كل السهل، اثنين ثلاثه يتعاونون اخواننا. هسه عمي احنا ايش نقول؟ والله اي والله العظيم مريتها من عندكم ان شاء الله. والله احنا نعرض الحاله ونعرض هذا الحكي. الناس ايش قد توسلت؟ قلت ما حد ينطي. اي والله العظيم انت قاعد تشوفين هذول اللي يذبحون قوز وبعران. صحه ميسان 14 بالبابانه، والله 14 بالباب، وما خلوني اطب للمدير وحاكي، قلت لهم هي هاي ابني يعتق قصر بالوتر، ويقولوا مسوين العمليه وناجحه، وهي بس هي عندي ان شاء الله خير اختي، ان شاء الله استريحي. اي أيوة والله احمد الله. السلام عليكم اختي. ايش خير يا بنتي؟ بنين عمية ما تشوف كلش، نظاره بدون نظاره ما تشوف. شنو عمرها؟ عمرها 11 سنه. سويتي لها عمليه مال العين ولا ما؟ ما سويتها انا، شاد طلعت هاي ما حد يعني يساعدنا، واحنا حالتنا تعبانه ما عندنا يعني، وما تسمح هم، ما تسمح هي وعظامها من الطفوله. اي من الطفوله. اسمها بنين؟ بنين محمد خضير. اعزائي المشاهدين، طبعا احنا اليوم ويانا 75 حاله، الحالات كلها تعبانه، وكلها طبعا انتم سمعتوا الحكي، انا طبعا هم رايحين داقين بيوت ناس تجار ما ادري شنو، ما يفتحوا لهم الباب، رايحين الناس دوائر يقولوا لهم ما عندنا، زين اذا انتم دوائر الدوله والميزانيات ما عندكم بعد شو نقول يعني؟ فان شاء الله الفقير الى الله، وان شاء الله دعواتكم تعجيل ظهور صاحب العصر والزمان، الله يعجل ان شاء الله فرجه. تعي عمو. اعزائي المشاهدين، احنا سبق وان عرض البرنامج البنت كانت صغيره، شو اسمك عمو؟ هبه طبعا تعرضت الى حادث حرق، احترقت ومدري، فشافها اخونا الطيب ابو غيث. ابو غيث رجال مريض، عائلته كلهم توفوا بالكورونا، لكن ما قطع سبيل المعروف. يعني ابو غيث دز عليها البغداد وسوى لها عمليه، واليوم اصبح وجهها شوي احسن من قبل بهوايه، بس بعد شنو ايش تحتاجين عمو؟ انا احتاج عمليه لوجهي. الوجه ودي ما اقدر اقص بيه. اي هسه راحت المرحله الاولى والمرحله الثانيه، فاريد الناس اللي احنا عايشين حاسم ما ادري 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 احنا منين جبناكم؟ من القصور الرئاسيه غير من الحوازين؟ عمو هو الشبعان ما يدري بالجوعان مو؟ اي ليش تبكي؟
الله كريم الله كريم. بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. فإحنا نقول نريد الناس كلها تصير مثل أبو غيث، تصير مثل الناس الطيبة اللي ما أيديهم تطل الفقير، يعني هو من يموت راح يأخذ فلوسه وياه؟ لا والله، يروح بطريق هالوصلة ويشترونها له، مو عم صحيح؟ إن شاء الله استري يا عمو، إن شاء الله خير وبركة. أعزائي المشاهدين، طبعا حالات كثيرة وحالات مؤلمة، إحنا نكتفي بهذا القدر. فاليوم إن شاء الله فضل الحج الطيب حج عباس أبو علي وأم علي من محافظة ميسان، طبعا الناس عندها خمس، والخمس انطونا قسم للسادة وقسم للعوام، وأيضا أخونا مسهر الراضي من بغداد يجمعهن خطية هم بثواب زوجته الله يرحمها، وأخونا الطيب أبو عبد الله من البصرة قبرة، جمعنا هاي المبالغ راح نوزعها اليوم على 75 عائلة. وأيضا هناك مبالغ طبعا تختلف عن المبالغ، هاي ناس عندهم عمليات، اللي عنده غدة واللي عنده ورمة واللي عنده شيء أيضا نطيم من هاي المبالغ. فإذا سوف أقوم بتوزيع هذه المبالغ على العوائل المستحقة حتى يقدرون يشترون علاج، يشترون أمور صحية لهم، والله يحفظ كل من ساهم معنا في هذه الحلقة. كونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج. بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المبالغ المالية على المرضى المعاقين والمحتاجين، وأيضا الأمراض السرطانية اللي جمعناهم اليوم في هذا الجامع المبارك. تحية إجلال وكبار للحاج عباس أبو علي وأم علي من محافظة ميسان، وكذلك الحاج الطيب مسهر الراضي من بغداد العطيفية، والحاج أبو عبد الله من البصرة القبلة.
الله يحفظهم إن شاء الله، والله يخليهم ذخر للناس المحتاجة. اليوم طبعا راح يسعدوا هاي العوائل، راح يقدمونهم طبعا اللي قدمنا لهم مبالغ، هم كلهم راح يشترون علاج، طبعا راح يشترون علاج وراح يشترون خاصة الأمراض المزمنة طبعا. فالله يوفق كل من يساهم في برنامج القلوب الرحيمة، والله يزيد خيره، والله إن شاء الله يحفظه، والله يبعد عنه كل سوء. لكن نتمنى ونريد أن تنزل، يعني كل واحد يخلي هذول الأطفال مثل يعتبره ابنه، يعتبره إنسان يعني يكسب به صدقة. يشوف يعني أم تبكي على 3 ملايين، طفلة مقعدة هاي تريد لها عملية عندها نقص أوتار، أو هبة اللي قامت تبكي تريد تصير حالها حال البنات. طبعا احنا سوينا لها عملية قبل سنتين ورحنا بحثنا عنها وجبناها، أيضا بحتاجها بعد عملية أخرى. فأريد الناس تكمل الطريق، تكمل هاي الطفلة من تكبر تقول ما تنسى فضل الناس اللي وقفوا وياها، ما تنسى الناس اللي أسعدوها واللي جابوها لهال هذا الوجه الصورة الجميلة. تريد تعيش حياتها، تريد تكمل دراسة، تريد إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله، وإن شاء الله ما تقصرون ويانا. يعني إحنا مو شرط واحد يدفع فلوس عملية، 5 6 يعني يسألنا ايش قد تكلف العملية، وأيضا إحنا الرافقة بالمستشفى، وراح أيضا نشوف الحلقة، راح يشوف البسمة بالأخير الحصيلة اللي شنو شثمرت فلوسه وين راحت. وإن شاء الله ما تقصرون، وهذا برنامج قلوب رحيمة صار له 20 سنة يقدم الخير والعطاء. يا ما أجرينا عمليات خارج العراق، فإحنا مستعدين أي واحد يبعث مبلغ أي دولة نقدر نرسل المريض ويعالجوه. وانتم تعرفون إحنا العراق صح بلد غني وبلد البترول، لكن ما أكثر المفسدين والفاسدين بهذا البلد اللي وصلونا لهذه المراحل. لا تزال طبعا هالأيام هم حلو، هاي لزمنا فلان وجيب فلان وطلع فلان، فما نعرف فلوس هالبلد وين تروح. يعني هاي الناس حوبتها بيمن، بس أريد أسأل حوبتها بيمن والله عم تشور وتعثر، ويا ما عثروا ويا ما صار هيك. فعم بيهتموا بهالشعب هذا، سووا مستشفى مع المعاقين، اعطوهم علاج. هاي العربة هاي الكرسي ما موجودة، ما عندنا. يروحون يصير مدير عام يحط له 20 واحد بالباب وما حد يدخله، يخلون واحد سكرتير هم ما يتحاكى وما حد يدخله. ما أدري ما تعرفه، بس مكثرين بالمصورين، صورني وين ما يروح الصورة وهيك يباوع التصوير. فعمي هذا البلد إن شاء الله بالأئمة الأطهار، فدعواتكم بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان، وإن شاء الله دعواتكم لكل من يوقف وياكم ويساعدكم. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة مستمر دائما في تقديم العون والمساعدة للعوائل وخاصة المرضى، شريحة المرضى. فنتمنى مساعداتكم توصلنا حتى نقدر نساعد عدد أكثر وأكثر في هذه الظروف الصعبة، ونتمنى لكم الخير والتوفيق. الأرقام اللي تظهر على الشاشة طبعا هذه الأرقام مخصصة فقط للتبرعات والمساهمات إلى برنامج القلوب الرحيمة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم، في أمان الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964780112 أو على الرقم التالي 00964770566646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780505. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.